استاذ صاوي مبروك، كنت اتمنى طبعا الحد من الاسره يكون معاك وهو الاخر، لكن الاسره معلش، لكن الاسره برضه الاسره المهنيه، يعني الاسره المهنيه الجايزه. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه، اخبارك ايه؟ انت الجايزه بالنسبه لك، يعني انا عارف انت خدت جايزه قبل كده، جايزه دبي تقريبا، جايزه دبي الصحافه العربيه. لا لا، انت تحيه تصريح قتل. انتوا النهارده ده التحقيق خاص بالدم والثأر مش كده؟ بالظبط. اشتغلت انت يعني، خلي بالك انت محمد الصبي بيشتغل بسامح غيز، بيشتغل الاثنين مع بعض، كنت دماغ واحده بقى وانتوا بتفكروا في ده. احنا قسم واحد اولا. مبدئيا فخور بجائزه الصحافه المصريه، ده شرف، ودي تاني مره ناخدها على التوالي، فالحمد لله ربنا يديمها نعمه يا رب. جائزه ليها مذاق واثر خاص في القلب. موضوعنا كان ما كانش سهل انجازه. موضوعنا ملخصه بيتكلم عن دور المرأة بشكل عام في مصر في عمليات الثأر، ما بين ان هي بتحفز عملية الثأر وما بين ان هي بتكون المانع والحابس ليها. عرضنا عدة نماذج من اكتر من 4 محافظات في مصر، دور المرأة السعودية والمرأة البدوية، ما فيش تهميش خالص، حتى في الشر ما فيش تهميش، في مرأة قادرة ان هي تقف قدام عائلات، وبالفعل ده كان نموذج شفناه، وقفت قدام عائلات في قلب الصعيد الجواني ومنعت برأيها هي عملية الطار. وفي نماذج اخرى سلبية كانت هي المحفز الاساسي والرئيسي للطار.